وتكتشفوه هذا. لولا صعوبة البدايات وعرقلة البعض وحكينا فيه هذايا، توصل هذا الرقم من النجاحات والمحبة عند الناس؟ والله شوف، نحكي عن تجربة، معناها اليوم مش نحكي، نحكي عن تجربة. العراقيل واللي يصير صحيح لأي، هو راه في أي مجال معناها نجم يصير، إذا كانك تعلمك تعلمك، وإذا كان عندك غاية ولا عندك طموح باش توصل إلى هدف معين تزيد قويك. بتعب يا روف، أكيد هو ماجي شو تعذبت تقطعت في العالم تيماو. شوف خاطر باش تقنع منشط يعديك أنا حاضر. نعرف نعرف، أنت تعرف يعني تقطعت تعبت، وهذا هذا اليوم اللي حب بالعكس اليوم حب نوصله حتى نعلموا عليه، خاطر باهي اليوم راهو كي ديما نعاونوك الفنان في بدايات راهو مهمة برشا، راهو معنويا تعني له برشا، تعطيه فرصته، تعطيه فرصة وهو ما يحسش ممكن راهو إذا كان عنده في صوته زاد. طبعا نحكوا ديما على الفنانين، هي هذه الحاجات اللي تخلي الفنان يطمح وينتج وينجح ويزيد، حتى لو يتعب ما عادش يحس التعب. بالفعل. اما كي تتعب واخيب حاجه منين توصل الى مرحله نتاع ما عادش نحب نقولها الكلمه نتاع الحقره ونتاع الحاجات هذه، تولي هي اللي تقلق اكثر. هذيك اللي تقلق، هذه اللي تولي تقلق اكثر، وتولي تدخل انت بهيالك اغانيك ولا غنانه ولا حاجات ما تنجحش، ستيل هذا ما ينجحلكش حاجاتها. فالحمد لله اليوم حبت الناس وحبت الجمهور، معناها هي اللي عطتني ثقه. مشيت لفرنسا روف. أي مشيت نمشي لفرنسا ديما نجي نمشي ونجي. وعلاش قرار الهجرة؟ وعلاش؟ علاش مشيت لفرنسا؟ معناها خاطر بحكم عندي توا مرتي وصغاري يعيشوا غادي، يعيشوا غادي ونجي. دونك تمشي وتجي. نمشي ونجي من 2004 معناها بديت نمشي ونجي، وعملت حتى ألبوم مع قبل معناها ما نستقر في باريس، عملت معناها عملت إنتاجات زاد غادي في فرنسا، وتوا نمشي ونجي. والأكثرية تو في تونس، الأكثرية معناها في تونس موجود. نجم نقولوا نقلة في حياتك بغناية الراس مرفوع، 5 سنين التالي معك لاي بي بي جي، أي طبعا. تعتبرها الانطلاقة، 4.3 مليون مشاهدة مش شوي. تحية ليه طبعا كلاي، والغناية زادة كان فيها معنا جعفر القاسمي في الكليب. اي في الكليب لكن زادة قبلها كان عندي مهرجان الأغنية التونسية، تحصلت وقتها على مهرجان الاغنيه، مهرجان الاغنيه العربيه، من غادي الانطلاقه والتحكي انطلاقه في الديجيتال وفي مؤمن برشا بالديجيتال انت نعرف. اكيد اكثر من التلفزه. اكيد شوف هو مش مؤمن، هو هذاك الطريق اللي اللي ممكن اعطاني غادي، اعطاني ثقه واعطاني محبه الناس، وصلت للناس اكثر، وبرشا فنانين نجحوا من الديجيتال. نحب نسمع صنديده شويه منها الاولاد مع فرقه سفيان السيالة. علاش 17 مليون فيو، 17 مليون مشاهده لصنديده؟ تو بعد نحكي عليها مقطع منها صغير. يلا تحيه كبيره لروف ماهر. يا معانا غزال حنان انتني مغموني، هي هي يا ريحة أمي فيك، هاي هاي خيتي معانا السك، هاي هاي وقودي صنين دا وهنديني على نار وانت شادد وانت خارج من قابس 2 مارس وتوجان وانت ماشي المدنين وام التمر وبعد مدنين وانت وانت ماشي الجنوب، بالحق اغنيه كيما هكا تمس الناس الكل الحمد لله، وصلت في مسن الناس الكل
وانت مختلف. الحمد لله. اليوم تعرف علاه هي الحاجه الباهيه شنو؟ انك كي تنجح والا توصل للناس بكلمتك وباصالتك ولهجتك واغاني متاعنا، معناها هذا حاجه راهو احساس جميل. اليوم الفنان التونسي كي ينجح بالاغاني متاعنا التونسيه الطابع متاعنا، هذا راهو حاجه باهيه برشا. ان شاء الله يكونوا الناس معناها راضيين على اللي بالفعل قاعدين نقدموا فيه، وان شاء الله ربي يوفقني زاد علاش لا نخدم على العربيه. نبداو بالغناء. اخر انتاجاتك يا دوبها. يا دوبها طبعا كلمات هم تعامل بين مع اخواتنا الليبيين في عمر ابو علي من ليبيا ووليد الكور في التلحين فنان وصديقي، ونوجه لهم تحيه وكل هنا في ليبيا الكل. توزيع مختار كبسي، اخراج زبير جلاسي، تصورت في توزر وشرفتني في الكليب هذا الممثله والفنانه القديره طبعا فريال جراج، نوجه لها تحيه كبيره برشا. يلا نمشي مباشره مع فرقه سفيان السيالة يا دوبها رؤوف ماهر. Oh,
تنشد ولا للعين ساحرها وحبت عينها بقدايبة في صورتها وفي زينة شاكي معاها بيدك حيلة والها عيني بتزوين.